احتفلت وزارة الصحة برفع العلم في مبنى ومرافقها بمناسبة بدء الاحتفالات الوطنية بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا والوكلاء المساعدين وموظفي الوزارة. اليوم نحتفل ببدء احتفالات بعيد الاستغلال وعيد التحرير، ونتوجه إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتهنئة، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وإلى الشعب الكويتي قاطب. بالأمس نستذكر يوم 29 يناير يوم تولي سيدي حضرة صاحب السمو مقاليد الإمارة، وأيضا نبارك للشعب الكويتي هذه الاحتفالات، وإحنا في وزارة الصحة نعلن هذه الاحتفالات اليوم، وإن شاء الله يكون سنة خير علينا وعلى بلدنا في ظل سيدي تحت ظل راية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد.